متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. تحية للجميع، جميع متابعي قناة جولة بإقليم تازة، متابعي القناة والحمد لله. أجواء رائعة متابعي قناة شوف تي في، الحمد لله. أنتم كتشوفوا مراقبة متابعي قناة شوف تي في ديال رجال الأمن متابعي القناة، ولله الحمد تبعي قناة. فتحية لرجال الأمن، رجال الأمن بإقليم تازة، تحية لرجال الأمن متابعي قناة شوف تي في. ثم كتشوفوا أمور منظمة بإقليم تازة، مراقبة ليلية متابعي قناة شوف تي في. التحية للجميع، جميع متابعي القناة، قناة شوف تي في، تحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في. ملاك المدني، مرحبا بك أختي ملاك من الدار البيضاء، غيوب هذه أختي ملاك، فأفتحية لك من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في، تحية لك من منبر القناة. كاين احترام ديال السكينة، الأجواء ديال تمديد حالة الطوارئ الصحية، كاين احترام ديال السكينة، كاين. فنتمنى إن شاء الله الله يفعينا هذا البلاء وهذا الوباء من المملكة المغربية. شكرا وداد، شكرا لجميع متابعي قناة شوف تي في. كان مراقبة ديال رجال الأمن متابعي قناة شوف تي في، مجموعة من النقط. تحية، شكرا ملاك أختي، شكرا، مرحبا بك أختي ملاك، فتحية لك من هذا المنبر يا أختي ملاك، تحية لك. فتحية لرجال الأمن بإقليم تازة على المقاربة الأمنية ديالهم منذ بداية الكوفيد 19 حتى الآن، عمل
اقول عمل جبار وعمل يومي ولله الحمد. بانت الخدمه ديال رجال الامن في الكوفيد 19 اكثر واكثر واكثر من بعد الحجر الصحي، من بعد حتى عند ظهور اللقاح وعند التواجد ديالو في المملكه المغربيه عند بدايه عمل العمليه ديال اللقاح. فتحيه خاصه لرجال الامن، القوات المساعده، السلطه، الناس ديال الوقايه المدنيه، الاطقم الطبيه. فكل واحد ياخذ حقه معنا، كل واحد نعطيو له حقه متبع قناه شيف تي في. فكنتواجدوا باقليمي تازه متبع القناه، الحمد لله تقريبا كاين احترام ديال الساكنه لحضرة التجوال الى بغينا نقولوا، وكاين واحد نقطه التقاء ما بين الساكنه ورجال الامن. يعني ما كاينش داك البساله ديال الواحد يخرج بالسيف ولا الواحد يدور بالسيف. لا بالعكس يا الماسي المعطيرة، الجو هنا مزيان باقليم تازارة، الجو عادي يعني ماشي لما كاش البدلة، الجو عادي كيبان لي انايا. جولة بإقليم تازة تزامنا مع حضرة تجوال أو التشديد ديال المراقبة ديال حالس الطوارئ الصحية بإقليم تازة. الحمد لله كاين أجواء رائعة متبعي قناة شوف تي في، كاين احترام ديال الساكنة. تحية من باريس، تحية أختي سارة، مرحبا بك. فمرحبا بجميع متبعي قناة شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب.
مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناتكم قناة شوف تيفي. كتشو أجواء اللي وكنقولوا ما كاين حتى شي واحد كيدور في إقليم تازة الآن احترام حالة الطوارئ الصحية وتزامنا مع انخفاض نسبة الإصابات بالكوفيد 19 الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء. أيضا بدء عملية التلقيح وأخذ اللقاح متابعي قناة شوف تي في، وكما كنشوفنا الصباح في أحد المراكز كاين إقبال متابعي القناة، كاين إقبال ولله الحمد، كاين إقبال متابعي قناة شوف تي في. مديرية العام للأمن الوطني الأمن الجهوي بتغلاء متبع القناة. الحمد لله كاين التزام ديال السكينة ولله الحمد. هشام مرحبا خويا هشام،